مساء سعيدا لكل متابعي الشوط الثالث في كل مكان، احييكم احلى تحيه. موعدنا يتجدد عبر الشرقيه على الهواء مباشره، ناخذكم كالمعتاد الى جوله رياضيه نتعرف من خلالها على اهم المتابعات والاحداث الرياضيه. ايضا سناخذكم للتعرف على اهم الاخبار العربيه والعالميه، وايضا سنتعرف مع ريم اليوسف على اهم التعليقات التي وصلت للبرنامج بعد السؤال الذي وجه لمشاهدينا الاحبة عبر منصة الشوط الثالث والخاص بتقييم العام لمستوى الاولمبي العراقي بعد خروجه من كأس اسيا تحت 23 عام. اهم التعليقات والاخبار العربية والعالمية مع ريم اليوسف اللي انضمت الان معنا. مرحبا ريم، تفضلي لك الكلمة. مرحبا محمد ومرحبا بكل من يتابع الشوط الثالث، اكيد راح ناخذكم بجولة سريعة بعالم الأخبار العربية والعالمية، وأيضاً راح يكون أن جولة بأهم تعليقاتكم اللي وصلتنا حول سؤال حلقتنا لهذا اليوم. تجرعت مصر هزيمة محرجة بهدفين دون رد أمام مضيفتها إثيوبيا في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم في ثاني مباراة للفريق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد إيهاب جلال. وسيلعب الفريق المصري مباراته الثالثة في القاهرة أمام مالاوي في سبتمبر أيلول، بينما يتوجه منتخب إثيوبيا لملاقاة غينيا. أضاف النجم المصري محمد صلاح جائزة فردية جديدة إلى رصيده بفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا كأفضل لاعب في 2022. وفاز محمد صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا كأفضل لاعب في 2022 بعد تألقه اللافت مع ليفربول في جميع المسابقات الموسم الفائت. وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الممتاز بالمشاركة مع الكوري الجنوبي سون ب 23 هدفا، وانفرد بجائزة أفضل ممرر ب 13 تمريرة حاسمة. أنقذ البديل كيليان مبابي فرنسا من هزيمة ثانية لها في ثلاث مباريات خاضتها حتى الآن في منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدور الأمم الأوروبية، وذلك بخطفه التعادل أمام النمسا بهدف لمثله في فيينا. وبعد هزيمة افتتاحية لمنتخب فرنسا بطل العالم وحامل اللقب أمام الدنمارك بهدفين لهدف، اكتفت فرنسا بالتعادل مع كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018 بنتيجة هدف لهدف، ثم بدت في طريقها إلى تلقي الهزيمة الثانية هذا. وسيلاقي المنتخب الفرنسي منتخب كرواتيا في آخر مواجهة المجموعة. وفي آخر أخبارنا لهذا اليوم، توج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة اليد بفوزه على نانت في اللقاء النهائي، وتسيد سان جيرمان المباراة من البداية قبل أن يحسمها بفارق كبير بلغ 5 أهداف، وحافظ باريس سان جيرمان على لقبه هذا المتوج به في النسخة الفائتة، كما رفع رصيده إلى 6 ألقاب في البطولة. وصلنا وإياكم مشاهدين إلى سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي تم عرضه عبر منصة برنامج الشوط الثالث. بعد خسارة الأولمب العراقي أمام الفريق الأوزبكي في الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عام وبفارق ركلات الجزاء الترجيحية، رغم الفارق العددي الذي عانى منه المنتخب الأوزبكي، الآن الفريق العراقي لم يستغله لصالحه وبالتالي فقد فرصة الوصول للدور النهائي. سؤال حلقتنا لهذا اليوم اللي تم عرضه عبر منصة الشوط الثالث، وأكيد راح نعرض أهم تعليقاتكم اللي وصلت حول هذا السؤال. كيف تقيم أداء الأولمبي العراقي في مباراته أمام أوزبكستان؟ كان هذا سؤالنا، وكانت هذه أبرز إجاباتكم. نتابع أول تعليق وصلنا على فيسبوك من مراد صبري. مراد كتب على فيسبوك: المنتخب الأولمبي عانى من نقص الخبرة في هكذا مباريات، والمدرب يتحمل مسؤولية خسارة الفريق، والقادم أفضل بإذن الله. نتابع ثاني مشاركة أيضا راح تكون على فيسبوك من علي المحمداوي. علي كتب على فيسبوك: يا جماعة المفروض الاتحاد الآسيوي يعاقب جمهور أوزبكستان على الشغب، وفريقنا كان يفكر بالدفاع مو بالهجوم، معناها راد يوصلها لضربات الجزاء. مكملين بمشاركاتكم. وثالث مشاركة وصلت من حيدر السعدي. حيدر كتب:
الأولمبي دفع ثمن تخبطات وتدخلات غانم عريبي ومهدي كريم، والمدرب كان الحلقة الأضعف، الخروج كان متوقعاً، والشباب هاي إمكانيتهم. وآخر مشاركة وصلت من دريد الرحماني، دريد كتب: للأسف الكرة بالعراق ستنتهي إذا بقينا نتعاقد مع هكذا مدربين، وكثرة المسؤولين بالأولمبي سبب مهم في خروج الفريق، غانم عريبي ومهدي كريم أبعدوهم عن المنتخبات. نشكركم أكيد على مشاركاتكم اللي مستمرة كل يوم ببرنامجنا، ومكملين بهذا الموضوع وبغيره مع محمد. إليك محمد. شكرا لك ريم على هذه الباقة الجميلة من الأخبار، أكيد متواصلين معكم سادتي الأحبة. أكيد اليوم نأخذكم إلى جولة من الأخبار والتقارير بعد الفاصل. أهلا بكم سادتي الأحبة. وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بنقل جثمان الراحل مؤيد البدري شيخ المعلقين العراقيين من سكوتلاند شمال المملكة المتحدة إلى العاصمة الحبيبة بغداد، وإجراء مراسم تشييع رسمي مهيب يليق باسمه ومكانته وتأريخه الحافل. وعبر رئيس الوزراء في رسالة وجهها إلى نجل الفقيد زيدون وعقيلته وجميع أفراد أسرته عن بالغ الحزن وعميق المواساة برحيل هذه الشخصية الاجتماعية الوطنية الرياضية التي مثلت أنموذجا للعطاء والتميز، لافتا إلى أن الوطن فقد برحيله واحدا من شخصياته القيادية والرياضية الاجتماعية المؤثرة. من جانبه قدم زيدون نجل الفقيد الراحل كل الشكر والتقدير والعرفان إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على هذه الالتفاتة، مذكرا أن وصية الراحل أكدت على إجراء مراسم الدفن والتشييع في المكان الذي يتوفاه الله فيه. يذكر أن البدري توفي صباح السبت في سكوتلاند شمال المملكة المتحدة بعد صراع مرير مع المرض عن عمر ناهز 88 عاما. بالتأكيد التفاتة رائعة من لدن رئيس الوزراء العراقي بتخصيص طائرة ونقل جثمان الراحل شيخ المعلقين الأستاذ الراحل مؤيد البدري. بالتأكيد هذا يدل على اهتمام رئيس الوزراء بالرموز العراقية، لا سيما أنه أيضا وجه بتشييع مهيب للراحل مظفر النواب قبل فترة بعد أن ودعناه، واليوم يجدد نفس الاهتمام، لكن وصية الراحل أن يدفن في مكان ما يتوفاه الله. بالتأكيد هذه الوصية طبقت من قبل عائلته. أيضا اتحاد الكرة العراقي أعلن حدادا رسميا لثلاثة أيام اعتبارا من يوم السبت، ووجه بارتداء الشارات السوداء لجميع اللاعبين في كافة المباريات الرسمية التابعة لاتحاد الكرة. إذ أعلن اتحاد الكرة العراقي إقامة الحداد على روح رئيس الاتحاد السابق والقامة الرياضية الشامخة مؤيد البدري، وسيرتدي اللاعبون في جميع المسابقات التي يقيمها الاتحاد خلال هذا الأسبوع الشارات السوداء حزنا على وفاة هذا الرمز الكبير، ويبتهل الاتحاد ويرفع أكف الدعاء إلى الباري عز وجل، يتغمد المرحوم بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمك الله أبا زيدون وأسكنك فسيح الجنان وألهم أهلك وذويك المحبة وألهمهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون. نلفت عناية السادة المشاهدين بأن مجموعة قنوات الشرقية ستقيم حفلا تأبينيا على روح الراحل يوم الاثنين في محافظة أربيل بكردستان العراق من الساعة 1 وحتى الساعة 6 مساء على قاعة مسجد جودة الأسعدي في أربيل العزيزة الغالية. طبعا وجهت دعوات رسمية للكثير من الشخصيات الرياضية الثقافية السياسية لحضور هذا الحفل التأبيني، وسنكون أيضا معكم في تغطية لحفل التأبين الذي ستقيمه مجموعة قنوات الشرقية في أربيل. إلى المنتخب الأولمبي العراقي أخذكم سادتي الأحبة. فشل الفريق العراقي في تخطي حاجز المنتخب الأوزبكي وخرج من الدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الأوزبكية طاشقند بعد أن خسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية 3-2. إذ فشل الأولمبي العراقي في بلوغ نصف النهائي كأس آسيا تحت 23 عام بخسارته أمام أوزبكستان بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما. البداية شهدت طرد حارس مرمى أوزبكستان عبد الواحد نعماتوف بالبطاقة الحمراء، وتقدم العراق بهدف وقع رمضان من ركلة جزاء، وتمكن جاسور بيك جالولي دينوف من تعديل النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء أيضا قبل نهاية الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تقدمت أوزبكستان بهدف حسين عمار بالخطأ في مرمى فريقي قبل أن يعدل عمار غالب النتيجة للعراق. وبعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح اللي ابتسمت في النهاية لأوزبكستان لثلاث ركلات مقابل 2. طبعا ما رافق هذه المباراة والأداء في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم راح يكون بالتأكيد حديث موسع. الفريق العراقي ليش ما استغل النقص العددي اللي حصل بالفريق الأوزبكي، المخالفات والاعتداءات المستمرة اللي قام بها الجمهور الأوزبكي على لاعبينا خلال المباراة منذ بدايتها، لأنه الملعب كان حضور جماهيري كبير قدر بأكثر من 40,000 متفرج، لكن رمي القناني الفارغة ورمي الحجارة على اللاعبين وصفارات الاستهجان والمباراة توقفت 3 مرات، أمور كثيرة سنتحدث بها في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. ولكن الآن نبقى في أجواء المتابعات الرياضية اللي نضعها أمامكم عبر منبر الشوط الثالث، ونذهب إلى تصريح مهم لعلي جبار النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة العراقي اللي أعلن الحداد على روح الراحل مؤيد البدري، وأيضا أوضح أن مباريات بطولة كأس العراق الدور ربع النهائي ونصف النهائي سيكون بطريقة خروج المغلوب، يعني ماكو مباراة ذهاب وإياب لأسباب سيتحدث عنها علي جبار. نتابع ما قاله علي جبار لوسائل الإعلام. في البداية تلقينا خبر وفاة المرحوم الأستاذ مؤيد البدري، هذا القامة الكبيرة، هذا الرياضي المبدع، هذا اللي أفنى حياته حقيقة في مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، هذا الوطن الكبير. فبالتالي نعزي الوسط الرياضي ونعزي أنفسنا ونسأل من الله العلي القدير أن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يسكنه فسيح جناته. أنا أشكر يعني النفس الطيب اللي كانت متعون به الأندية اللي ذهبوا باتجاه خيار الاتحاد، وهذا الشيء يمكن أنا أعتبره شيء يعني جميل جدا أنه يتفق الاتحاد مع الأندية على موضوع أنه يتم تغيير الآلية اللي سبق وأن لجنة مسابقات وضعتها لهم، وبالتالي شكري وتقديري لهم. الآلية تنص على أنه خروج المغلوب في ملاعب محايدة، وهذا الموضوع يعني تم طرحه وتم اختياره من قبل الأندية المتواجدة في الاجتماع. شكرا لعلي جبار النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة. هذه الآلية أيضا راح نتحدث عنها تباعا. نذهب إلى الميناء البصري الذي عاشت جماهيره أيام صعبة بعد تلقيها نبأ اقتراب نادي الميناء من الهبوط بنسبة كبيرة جدا لمصاف دوري الدرجة الأولى.
عاد اليوم شباب نادي الميناء تحت قيادة اللاعب الدولي المتألق والمدرب الحالي محمد عبد الحسين لخطف كأس الدوري لفرق الشباب وللفرق الممتازة. اتوج الميناء البصري بطلا لدوري الشباب للفرق الممتازة بتغلبه على أمانة بغداد. الميناء فاز في المباراة الختامية بركلات الترجيح 5-3 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بتعادل سلبي، وكان فريق الميناء تأهل إلى النهائي بفوزه على أربيل بركلات الترجيح أيضا في نصف نهائي المسابقة بعد أن انتهت المباراة بالتعادل السلبي. بدوره بلغ أمانة بغداد النهائي بفوزه على نفط نيسان بهدفين لهدف في النصف النهائي. يذكر أن الدوري الممتاز استؤنف مؤخرا بعد توقف لسنوات طويلة. هذه اللقطات لضربات الجزاء الترجيحية واللي من خلالها فاز فريق الميناء البصري وشباب نادي الميناء بلقب الدوري العراقي لفرق الشباب. مبروك لشباب فريق الميناء، مبروك للمدرب المثابر الكابتن محمد عبد الحسين. نتمنى أن يؤخذ بنظر الاعتبار هذه الإمكانيات الرائعة لشباب نادي الميناء ويكون لها مكان في الدوريات المقبلة، ولا قدر الله في حال نزول فريق الميناء أتمنى أن يعود بأسرع وقت لأنه نكهة وفاكهة الدوري العراقي. أخيرا أخذكم إلى نينوى العزيزة الغالية وبالتحديد إلى مدينة الموصل اللي احتضنت الدورة التدريبية التطويرية لحكام كرة اليد بإشراف الاتحاد المركزي للعبة بمشاركة أكثر من 20 حكما. اختتمت مؤخرا الدورة التحكيمية بكرة اليد تحت إشراف رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي فاضل كاظم، واللي جرت على قاعة منتدى شباب ورياضة الحدباء بإشراف الاتحاد الفرعي لكرة اليد في نينوى وبالتعاون مع الهيئة الإدارية لنادي الفتوة الرياضي. الدورة شملت محاضرات نظرية وعملية واستمرت لثلاثة أيام، وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية على الحكام المشاركين في هذه الدورة من قبل نوفل الحيالي رئيس الاتحاد الفرعي لكرة اليد في نينوى، كذلك الكابتن أحمد إبراهيم مدير الدورة. هذه اللقطات هي للمنهاج التطويري والعملي لحكام كرة اليد بالعراق. نبارك للاتحاد الفرعي تنظيم هكذا دورات تطويرية للحكام، ونتابع هذه اللقاءات اللي أجراها محمود الاستيفاني مراسل الشوط الثالث في نينوى. نتابع اليوم افتتاح دورة تحكيمية لكرة اليد في محافظة الموصل بعد انقطاع طويل أدامه أكثر من 10 سنوات. اليوم يعني ردنا نرجع القاعدة الأساسية في محافظة الموصل اللي هي الأساس في كرة اليد. أعتقد الفرق اللعبة الشعبية في مدينة الموصل هي كرة اليد. قبل فترة من الزمن كان هنالك عندنا قاعدة أساسية والقاعدة الرئيسية للمنتخبات الوطنية لكرة اليد هي من أبناء الموصل، وهنالك لدينا كثير من الحكام الدوليين والعاملين والاتحاديين في من مدينة الموصل. نفتقد اليوم اللستة في الاتحاد العراقي المركزي لحكام من مدينة الموصل. دورة تحكيمية لكرة اليد بإشراف ومتابعة من قبل الاتحاد العراقي المركزي ومن خلال الأستاذ فاضل كاظم رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي
الذي أتى من مدينة بابل مشكورا من أجل إلقاء هذه المحاضرات القيمة على رياضي كرة اليد. نأمل إن شاء الله أن تكون فاتحة خير إلى محافظة نينوى والاتحادات وإلى الممثلية بأنه أن محافظة نينوى هي آمنة ممكن تستقبل الزوار تستقبل كافة الفرق الرياضية، وإن شاء الله سوف تعود محافظة نينوى وتعود لعبة كرة اليد إلى سابق عهدها. شاركنا على مدار يومين دورة جيدة والغاية منها هي تنشيط كرة اليد في محافظة نينوى. كل الشكر والتقدير لجميع المتحدثين، وأيضا شكر إلى محمود الاستيفاني. إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم واللي نوهنا عنها بأنها ستكون عن المنتخب الأولمبي وما آلت إليه الأمور اللي من خلالها خرج الأولمبي العراقي من الدور ربع النهائي في مباراة ماراثونية دراماتيكية شهدت طردا لحارس مرمى أوزبكستان، توقفات عديدة بسبب شغب الجماهير، بعض القرارات الخاطئة كانت من حكم المباراة. المهم المباراة بحصيلتها خرج العراق بعد أن أضاع قوقية ووقع رمضان ضربتي جزاء، من خلالها خرجنا من البطولة بفارق ضربات الجزاء. للحديث عن المستوى الفني وما رافق هذه المباراة يسعدني أن ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة المدرب الدولي السابق والخبير الكروي الكابتن عبد الإله عبد الحميد اللي يتواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن عبد الإله مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. أهلا وسهلا بالشرقية وبحضرتك، ونعزي أنفسنا ونعزي الشعب العراقي بوفاة المغفور له الأستاذ مؤيد البدري اللي الحقيقة يعني بادرته بإعطاء صورة كاملة عن المرحوم وما رافقه طيلة حياته، فكانت حلقة مميزة أمس كان. شكرا شكرا كابتن، ربي يحفظك بارك الله بيكم يطول بعمرك، وأكيد نعزي نفسنا قبل ما نعزي الوسط الرياضي برحيل هذا القامة الكبيرة الرياضية. نأخذكم إلى تقرير يتحدث عن المنتخب الأولمبي ومباراة الأمس مع زيد السراج، نتابع هذا التقرير. ودع منتخب العراق الأولمبي البطولة القارية بعد خسارته بركلات الجزاء الترجيحية أمام المنتخب الأوزبكي صاحب الأرض والجمهور بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ولم يستفد المنتخب العراقي من النقص العددي الذي حصل للأوزبك بعد طرد حارس المرمى والحصول على ركلة جزاء. تعرض أولمبي العراق لضغط جماهيري واستفزاز كبير وتجاوزات أجبرت حكم المباراة على إيقافها بسبب ما فعلته بعض الجماهير مما أثر بشكل سلبي على سير المباراة. لكن السؤال الأهم، ما هو حجم الاستفادة الفنية من هذه البطولة؟ وهل سنشاهد ذات الفريق سيلعب في التصفيات المؤهلة إلى الأولمبيات؟ أم أن أعمار بعضهم لن تسمح بذلك؟ وكم لاعب سيتواجد مع المنتخب الأول؟ لأن الأولمبي هو أساس لرد المنتخب الوطني. من بغداد للشوط الثالث زيد السراج. شكرا زيد، اطمئن لن نشارك بهذا الفريق في تصفيات الدورات الأولمبية لأن أعمارهم تتجاوز 23 عام، لكننا نعول على التحاق البعض إلى صفوف المنتخب الوطني الأول. أعود لأحاور ضيفي الكريم الكابتن المدرب عبد الإله عبد الحميد. كابتن، هل استحق الأولمبي العراقي خسارة الأمس أم هذا تحصيل حاصل للمستوى الذي ظهر به؟ الحقيقة احنا يعني ما قبلنا هدية الحارس الأوزبكي، ارتكب حماقة بأول 10 دقائق وانطرد وحصلنا على ضربة جزاء. نعم. كان ممكن انه يعني هاي تعيننا بإدامة الزخم الهجومي وتسجيل هدف آخر للاطمئنان، ولكن يعني طريقة اللعب واختيار اللاعبين
واختيار مناصبهم وإدارة المباراة فنيا هي من جعلت أنه النتيجة تكون يلعب الفريق العراقي 120 دقيقة والفريق الأوزبكي 120 دقائق يعني منقوص اللاعب، وما استفادينا الحقيقة من هذا الشيء. احنا نأسف أنه نقول يعني دائما نقول أنه المنتخب الأوروبي هو عنده هدفين خاصة بالعراق. الهدف الأول أن يضخ اللاعبين للمنتخب الوطني، الهدف الثاني أنه نحصل على نتائج كما تعودنا من المنتخبات السابقة. نعم. احنا لا حصلنا هاي ولا حصلنا هاي. نعم. الفريق العراقي بشكل ما قال التقرير مالتكم والكل يعرف أنه أكثر من 14 لاعب بعد ما يحق له يشارك بالأولمبي. فإذا يعني التصفيات الأخرى اللي هي مؤهلة لأولمبياد فرنسا ما راح نستفاد من عندهم هذول. فإذا كان أنه الهدف مالتنا أنه نحقق النتيجة، احنا ما حققنا هالنتيجة. والنتيجة هي كانت بدينا مرتين نلعب ويا الفريق الأسترالي اللي هو مو الأسترالي اللي شفناه قبل. شفنا أنه البارحة حتى ويا فريق تركمستان يعني فاز بصعوبة بهدف عكسي من مدافع. فيعني كان الهدف هو تحصيل النتائج، فكانت النتائج هي بيدينا. ولكن يعني الفريق العراقي ما استفاد من المباراة السابقة والمعسكرات السابقة، ويعني هذا طول الإعداد أنه يكون فريق يعني على الأقل يفرح الشعب العراقي ويحصل على يعني الفريق اللي هو صاحب الذهبية يعني. لأنه إحنا فريقنا متكامل، إعداده أكثر كل الفرق بشكل ما قلت، أنه الأعمار أكثرها هي متأخمة للخروج أنه يطلعون المنتخب. فإذا كانت يعني هو الهدف أنه النتائج. طيب. وشفنا انه هاي التخبطات اللي صارت يعني قبل السفر وبعد السفر وحتى باثناء المباراه. احنا صحيح انه الفريق الاوزبكي استفاد من الجمهور، والجمهور كان يعني سلوكه غير نظامي، وكان الحكم المفروض انه يكون اكثر حديه حتى بايقاف المباراه. وبالعكس هو تأثر كثيرا بصخب الجمهور واعتدائهم وكافأهم الحقيقة ببعض القرارات. صحيح. ولكن هذا كلها احنا غير مبررة هاي نتجاوزها خلال 120 دقيقة. كان ممكن انه نحسم وندخل بتشكيلة مناسبة او تغييرات مناسبة. كابتن. احنا شفنا انه يعني مدافع يسار يكون جناح يمين، هاي اول مره مكنزي انه يكون كابتن ابو زيد الله يرضى عليك جناح يمين. الحد يعني نعم. اريد ارمي سؤال في ملعبك. نعم. وانت رجل لك باع طويل واحترم وجهه نظرك، لانك يعني قبل ان تكون مدربا فانت تقرا المباريات. يعني وين دور المدرب عندك؟ نعم. نقص عددي. الانتشار كان رائعا بالنسبه للفريق الاوزبكي، ولم يبان على الفريق الأوزبكي أنه يلعب بنقص عددي. طيب الآن وين بصمة المدرب؟ وين توجيه المدرب؟ البارحة كان الفريق الأوزبكي كأنه يلعب ونحن أهل النقص العددي، نحن تراجعنا كثيرا، نلعب من أجل التعادل نلعب. طيب النقص العددي في كرة القدم كابتن وأنت سيد العارفين، هذه نقطة تقريبا تقربك من الفوز بنسبة كبيرة جدا. لكن اللي حصل البارحة انه الفريق ترى عايش بوادي. لانه يعني الفريق المنقوص المفروض انه يعني هو يكون موقف اضعف. تمام. احنا ما استغلينا الملعب، ما انتشرنا انتشار صحيح، ما 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 نلعب بمهاجم واحد كابتن، القصيرة الاستنزاف وما غيرنا طريقة اللعب بعد النقص. المفروض انه مهاجم ثاني يكون ويا وقع، ويعني تغيير اسلوب اللعب، الانتشار يكون عندنا اجنحة مضمون. احنا كل الفريق مضموم، واحنا نرجع ندافع ونستعمل الكرات الطويلة اللي هي دائما تكون من نصيب المدافعين الاوزبك اللي هم يعني اجسامهم طويلة، وبنصهم وقع الوحده، ومكانه ايضا وقع بنفس المستوى اللي كان به خلال الدوري. نقول انه يعني احنا ما نعتب على المدرب سكوب،
الحقيقه يعني انا شخصيا ما اعتب على المدرب سكوب. لا عاد عليه بنت خطار وصار له تقريبا سنه، اعتب على المنظومه كلها، المساعدين وين كان لهم دور، وين دورهم. انا اعرف انه سكوب هو يستمع للمساعدين، المساعدين لهم باع كبير بكره القدم العراقيه، احدهم يعني اثنينهم يحللون، اثنينهم مساعدين للاوروبي عباس عبوي. كان المفروض انه هم يديرون المباراه او هم ينصحوه، واني اعرف واعرف يعني سكوب من خلال انه كنا قبل نريد نجيب المنتخب شفناه انه يعني رجل متواضع، ممكن انه يفرضون رايهم عليه او ينصحوه. بس هذا مو صحيح يا كابتن، لهم دور هذا مو صحيح، غير انه لا هو هو كان تكون القياده الفنيه بيد بيد العراقيين بيد المنظومه. شكو جاي بيد الاداره بيد العراقيين كابتن؟ يعني هذا كلام خطير جدا. هو ايه هو 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 المدرب جايبيه سنه وهو يعرف انه العقد مالته ينتهي يوم 12، هو من البدايه مودع اللاعبين ومودع نفسه. احنا بدنا نجيبهم تحت ضغوطات المدربين الاجانب، تحت ضغوطات الشارع، والتمني انه يكون المدرب الاجنبي هو عنده بصمه واضافه ونقله نوعيه للكره العراقيه واقترابها من الكره العالميه والاوروبيه. ولكن مو هذه النوعيات الحقيقه هذول المدربين. يعني احنا شفناه والمفروض انه كانت تكون جلسات يعني فنيه معاه بطولتين بدبي، هو ما حقق نتائج، اكثر المباراة الوديه كانت هي يعني نتائج سلبيه ما عدا يمكن المباراه الاخيره وهي ايران، وايران ايضا فريق متواضع، شفناه انه حتى باسيا ما الا كان يعني ما الا كان يعني اي اي طيب. اي صوره مشرفه كابتن عبد الله نعرفها. فيعني كان المفروض نعم العفو سؤال، ما تلاحظ نعم. اكو فوضى في دكه البدلاء، هواية مسؤولين قاعدين بدكة البدلاء، هو هذا مشرف الفريق قاعد والمدير الإداري قاعد وتلقي والمساعد قاعد والمدرب نعم. قاعد، وبعدين ذولا كلهم يعطون توجيهات. زين هذا اللاعب لمن يمتثل؟ وهاي ظاهرة خطيرة. يعني هاي ما شفناها في عهدك أو في عهد مدربين، حتى بكاتانيش ما شفناها في عهد كاتانيش. أنا شفت أنه الكل توجه ما عدا سكوب الحقيقه. يعني هاي مفارقه، انا شفت هو قاعد اللقطات، يعني سكوب دائما هو قاعد وصافن والتوجيهات تجي من الاخرين. لو كانت التوجيهات من الاخرين يعني هم قايدين المباراه وهي افضل. يعني لو تدخلاتهم كانت تصوب في تعديل طريقه اللعب، اضافه مهاجم، يعني الهدوء من اللاعبين، ما يجرون المباراة للجزاء. الكل تعرف أنه الفريق المنقوص هو اللي يريد أنه تكون الجزاء هي آخر يعني آخر فرصة له، لأنه ما يقدر يجاري العدد. لكن بالعكس هم كانوا يجارونه، وأيضا هم كانوا بنفس الوقت يتمنون أنه المباراة تنتهي إلى ضربات الجزاء. إحنا لازم ما نوقع بهذا الفخ، يعني نضخ بكل عناصرنا وطريقه اللعب والمجازفه والنهج الهجومي في سبيل حسم المباراه. يعني الفريق الاوزبكي شفناه انه يعني اكو اوقات اللاعبين منسوبهم اللياقي انتهى، واكثرهم الشنجه، وحتى الكابتن مالتهم اللي هو مميز العشره يعني كان يعني مرهق ومنهك. فانه تعطيهم فرصه يجون ضربات الجزاء، والحقيقه لو نوصل ضربات الجزاء انا ايضا مستغرب انه وين كنا احنا من ضربات الجزاء، وين كنا من تعيين اللاعبين، شلون ننتظر انه وقاع يسجل الرابعه وراء حسن عبد الكريم قوقي الخامسه، هذول الاثنين هم افضل من واخفقوا اثنيناتهم. اضاعت وقاع هي اثرت على انه حسن قوقيه يرتبك، لانه هذا كابتن المفروض كان يكون واحد من عندهم بالاول واحد من عندهم بالاخير. صحيح. يعني حتى تسلسل غلط تنظيم ضربات الجزاء هي كانت يعني
تسلسل غلط يعني. طريقة التنفيذ المفروض انه يتدربون عليها، المفروض انه خاصة اذا يلعبون ويا الفريق المرشح، هو كان مرشح قبل ما يصير النقص. والله كان بامكان الفوز عليه كابتن عبد الاله، والله كنا كان بالامكان ان نفوز عليهم. والبارحه الظروف كانت مواتيه، احنا اضعنا الفوز البارحه كابتن، خلي نكون منطقيين وخلي اللي يزعل يزعل، احنا يهمنا العراق، هذا اللي يهمنا. أنا معك 100%، وهي فرصة وهدية قلت عن تصرف أحمق من حارس المرمى. نعم. بدون أي داعي حصل على طرد وضربة جزاء، يعني هاي 10 دقائق تفلش أي فريق أنه حارس المرمى وضربة جزاء ونقص يعني عددي، ورح يلعب كل هالفترة هاي منقوص. إحنا الحقيقة كأنما يعني لحد ما سجل وقع توفق تسجيل الهدف بعد توقف طويل، توفق بتسجيل الهدف، احنا كانما انتهت المباراه يعني. صحيح. كنا توقعنا ورجعنا للمناطق الخلفيه والكرات مقطوعه، ويعني التبديلات الايجابيه كانت متاخره، يعني قوقيه وحتى منتظر، ويعني هي كلها كانت يعني ما لها تاثير لان جت متاخره. الا هو حسن قوقيه ما مصاب، ليش ما لعب من البدايه؟ ليش ما حسمنا المباراه من البدايه؟ شلون احنا نلاعب الا هو كان مصاب او منهك؟ طيب ايضا يعني تبديل هذا اللاعب اللي الكسندر، مو اسمه الكسندر، يعني تبديله كان ما له كل داعي، انه يعني هو كان مستقر بهالمنطقه هاي. يعني نشوف انه يعني تخبطات بالتبديلات، دليل انه يعني ماكو شيء متفق عليه. طيب. وماكو طريقه لعب متفقين عليها. وقلت انه يعني السبب الاول والاخير انه احنا تركنا المدرب وهذا الفريق القوي ضم افضل اللاعبين من اول بطوله كانت بدبي، المفروض انه تقعد لجنه فنيه وتتكلم مع الفريق ويكون له تحليل فني حتى بالاعلام، انترك هذا الفريق لانه كلها كانت متجهه نحو المنتخب الوطني. طيب كابتن، احنا ايضا يعني ودعنا التصفيات بخفه حنين. نعم. لدي سؤال. نعم. وربما حضرتك لست معنيا، ولكن ايضا يسعدني ان استمع الى براي حجم عبد الاله وبحجمه. المغتربين اللي دعاهم من انديه انجليزيه. نعم. ودعاهم من انديه اوروبيه متطوره، وتالي كلهم كانوا مو دكة البدلاء وإنما كانوا دكة المدرجات. زين، أنا ليش أجيبهم وليش أحملهم عناء وأكلف الاتحاد؟ وبعدين أكو لاعبين مميزين إحنا شفناهم، يعني إحنا ما رد ندخل بشغله، لكن المشكلة إنه ما أعرف هذا الفيتو على المغتربين أبناء الوطن اللي الظروف جبرتهم أن يبتعدون، ما أعرف ليش ما ألعبهم. هذا الحكي ينطبق على الوطني وحتى على المنتخب الأولمبي وحتى على منتخب الشباب، شنو هالفيتو هذا اللي دا يصير على ذول اللاعبين كابتن؟ الحقيقة يعني هذول بشكل ما قلت هم أبناء الوطن، يعني جبروا أنه يعيشون خارج العراق، وإحنا يعني أي لاعب أو أي مدرب خارج العراق هو ابن الوطن. أكيد. متى ما شعرنا به أنه يفيد احنا ولكن انا اقول انه يعني هاي الاستقطابات الاخيره للمغتربين هي نتيجه ضغوطات الشارع اللي يطالب بهم، فلذا هم يعني ما مقتنعين. انا يعني اشوف انه ما قناعه بادائهم، وانما يعني جلبهم من هالبلدان وتذاكر السفر، وهم راح يكونون محرجين بامام انديتهم. نعم. يعني انا مره من المرات كنت مع المنتخب الوطني وشفت انه المحترفين الثلاثه من برا اللي كان ياسر واحمد ياسين و شو اسمه بامريكا شو اسمه المهاجم اليسار، هذول الثلاثه كانوا قاعدين مباراه تايوان، فحكيت ويا المدرب انه هذول راح يكونون يعني عرضه للسؤال، انه هذول من جوي وتركوا انديتهم وجوي امام تايوان ما يلعبون، شلون هذول ايش راح يكون؟
الحقيقة يعني بوقتها الكابتن القدير يحيى علوان استجاب وأشرك جيستن ميرام وأشرك أحمد ياسين واثنين سجلوا، ولكن يعني ما اعطى فرصة لياسر ومن هناك كان الزعل. احنا نقول انه يعني هاي العقدة لازم تنشال من المدرب الوطني وتنشال من الشارع العراقي، والنادوية لازم تكون بعيدة عن هذه الخيارات. هذول ابناء الوطن، احنا لا ما نستفاد معهم اصلا، ماكو داعي انه نستدعيهم ونخليهم بإحراج امام اهاليهم وامام انديتهم. طيب. وانا اشوف انه يعني الكثير من عندهم مؤهلين جدا انه يكونون اساسيين سواء بالمنتخب الوطني او بالمنتخب الاوروبي. طيب كابتن يا ريت تختزل لي، شنو الفائده اللي خرجنا منها خلال مشاركتنا بهذا الفريق في بطولة دبي وفي كأس آسيا تحت 23 عام، وصرفنا هاي الأموال وبالتأكيد المشاركات الخارجية لهذا الفريق كلفت ميزانية الاتحاد مبالغ كثيرة، يعني اكو استراتيجية من غايتها او الها غاية معينة حتى نخرج بها. اختزل لي الفائدة اللي احنا خرجنا منها واللي راح نستفيد منها، شنو هي؟ هي الغاية المبتغاة يعني من الاتحاد دائما انه يعني يريد يكون فريق نواة المنتخب الوطني، يعني هاي الغاية الأولى. زادا انه نتائج يعني هي تنعش الكرة العراقية و يعني تسعد الجماهير العراقية، يعني هاي غايتين. احنا هذا الفريق الحقيقة كان مؤهل انه بدبي يكون أفضل، وبكأس آسيا أنا أقول انه هذا الفريق المفروض يعني بإعداده وبعمر اللاعبين اللي هم يعني يعني على الحافة. احنا وقت اللي جازفنا وما جبنا لاعبين اقل من عندهم عمر، حالنا حال اكثر الفرق المشاركه، هو كان اذن الغايه انه احنا نحصل على البطوله. نعم. فلا ما حصلنا البطوله يعني معناته هذا الاخفاق بكل شيء، وخلينا نسميه اخفاق، واخفاق لابد انه يدرس ولابد انه تكون حلول. واحنا كافي انه يعني جمهورنا يتألم وهسه بالشارع، حتى هنا يعني قريب بالاستوديو وبالفندق، يعني كلها متألمة وكلها مصطدمة انه يقول لك احنا شو وقت راح نغلب، شو وقت راح نشوف الفوز، شو وقت راح نشوف الفرحة. وهذه الحقيقة يعني مو هو أمل صعب، احنا عندنا الإمكانيات، عندنا اللاعبين، واحنا أفضل من كثير من الفرق. يعني هذا فريق تركمستان، أنا كنت ويا الكابتن غني بإيران، كان فريق ضعيف والدوري مالتهم ثمان فرق، وكان ويانا بالفندق وفزنا عليه بسهوله 3، كان ممكن انه يروح الدور الاربعه. ليش احنا هالتراجع وليش هذول الفرق كلها بدات تكون يعني افضل من عندنا؟ نعم. ويعني لابد 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 من وقفه للكره العراقيه، لانه يعني الحقيقه الكره العراقيه اتجاهها نحو يعني نعم. نحو الاصعب. نعم. وهذا نداء للكابتن عدنان والاتحاد كرة القدم والاعلام الحقيقة اللي هو يعني مشارك بألم الشارع، انه يعني ما يتركون هذا يعني هذه الاخفاقات تروح سدى. احنا بكل شيء، هاي صار سنتين ثلاثة بكل شيء احنا ما حصلنا لا بتصفيات اسيا لا بالانديه لا بالاولمبي. نعم. وحتى يعني مشاركاتنا القادمه انا اقول لك اياها ايضا يعني لا سمح الله. نعم كابتن. لانه ماكو يعني استعداد فني من قبل لجنه فنيه او خبراء يعني يطرحون الوضعيه، وضعيه الفريق. وضحت الصوره كابتن، وضحت الصوره. نعم نعم. يعني أنا أشكرك جزيل الشكر. نعم. على حضورك الكريم وإيضاحك لمسائل مهمة ووضعك النقاط على الحروف في قضية الحقيقة. أضم صوتي إلى صوت الكابتن عبد الإله عبد الحميد. نعم، نحن نعاني معاناة كبيرة، الكرة العراقية تحتضر، الكرة العراقية في تراجع، الكرة العراقية تلحقولها يا أهل الرحم ويا أهل الاختصاص، لأن ما معقولة بهذه اللاعبين وبهذه الأسماء وبهذه الإمكانيات وإحنا نخرج دائما من الدور الأول أو من الدور ربع النهائي لأسباب يعني شفناها البارحة. الحظ كان معانا ولكن يعني ما أعرف، هو مو سوء طالع، لا هذا سوء تخطيط. لذلك
أرجو أن يتسع صدر الجميع بالانتقاد الهادف، لأن إحنا نريد مصلحة العراق. أشكر ضيفي الكريم من بغداد الحبيبة الخبير الكروي والمدرب الكبير عبد الله عبد الحميد على حضوره الكريم في هذه الحلقة، ولكم سادتي الأحبة أكيد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي تعرفنا من خلالها على أهم المتابعات الرياضية. أشكر لكم طيب المتابعة وأنقل لكم تحيات جميع من كان معي في استوديو البث في الكنترول، ومن مخرج البرنامج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث. حتى ذلك الحين أقول لكم في مالك.